عم بتزيد، شركات عم بتسكر، ناس عم تفتقر، عم تفقد أشغالها، مش قادرة توصل على أموالها. باب الحل واضح، لازم تتشكل حكومة وعنوانها واحد هو حكومة الحل، ومسارها واحد هو النجاح، ومش زيادة أو مراكمة الفشل. نحن بالتيار الوطني الحر نسجنا سنة 2016 تفاهم وطني أدى لانتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية على قاعدة الميثاق، قاعدة أنه كل مكون أساسي بيتمثل بالأقوى بطائفته، يعني يلي عنده أكبر تمثيل شعبي. هيدا التفاهم الوطني قام على تقوية الدولة ومش على تسوية أو صفاء، وحقق إنجازات منه أنه ثبت التوازن بالشراكة الوطنية، وأنه حرر لبنان من الإرهاب، وأنه ثبت الأمن والاستقرار، وأنتج قانون انتخاب، وأنجز انتخابات عكست التمثيل الفعلي لأول مرة، وأشرك المنتشرين، وشكل حكومات متوازنة لأول مرة، وسمح بإقرار موازنات بعد فلتين بالإنفاق العام لأكثر من 12 سنة، وأطلق مشاريع عديدة على رأس النفط والغاز بالبحر. ولكن مقابل الإنجازات لازم نعترف أنه هالتفاهم فشل بمحاربة فعلية للفساد ببناء دولة حديثة، وفشل بتصحيح السياسات المالية والنقدية والاقتصادية القائمة من 30 سنة، وفشل بتأمين أبسط حقوق للناس مثل بنى تحتية وكهرباء ومطار ونفايات وبطاقة صحية وضمان شيخوخة وكتير أشياء تانية. وهذا الفشل عم بيدفع ثمنه اليوم الشعب اللبناني والدولة والعهد والقوى السياسية ومن ضمنها تيار الوطن الحر. نحن عم ندفع الثمن لأنه الناس نظروا للتفاهم على أنه تسوية صفقات ومصالح بيني وبين الرئيس الحريري، وهيدا ظلم. بعرف تماما أنه مش هلأ الوقت ولا المناسبة لتبرير الذات، ولكن عرضيا بسأل، لو كنت فعليا شريك لمنظومة الفساد القايمة من 30 سنة لليوم، هل كنت تعرضت للاغتيال السياسي اللي عم بتعرض له اليوم من أركان هالمنظومة؟ فإذا الخلاصة أنه الفشل بالمال والاقتصاد من 30 سنة لليوم أدى إلى الانهيار، والفشل بمكافحة الفساد أدى إلى اعتبار التفاهم صفقة مش تفاهم وطني وتسوية بيسموها. وصرختنا مش جديد اليوم عم نقولها، أنا بدي أذكر أنه نحن حكينا هيدا الشيء بالحكومة الأولى للعهد، إذا بتتذكروا قلنا أنه هاي الحكومة فشلت بهالثلاث أشياء: مال واقتصاد، كافحة فساد، وموضوع النازحين. ولما تشكلت الحكومة الثانية نحن جينا كتكتل كمان، إذا بتتذكر أعطينا حالنا مهلة 100 يوم لنقيم الأداء تبعنا وتبع الحكومة، ورجعنا جددناهم ب 100 يوم تانيين كانوا بتشرين بيخلصوا. من بعدها عبرنا عن رفضنا بالاستمرار بالحكومة إذا استمر الفساد واستمرت معه السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتبعة ذاتها من أول التسعينات. وبلغنا شركائنا بهالموقف، ومن بعدها قلنا علنا أنه رح نقلب الطاولة، بمعنى أنه رح نخرج من الحكومة لنرجع للمعارضة وللناس. يلي صار أنه الناس سبقتنا لأنه ما عادت قادرة تتحمل ومعها حق، لأنه نحن ما عدنا قادرين نتحمل، كيف بدنا نطلب منهم أنهم هن يتحملوا. نستخلص من تجربة هالثلاث سنين بجزء السلبي مش الإيجابي، أنه نحن مش حاضرين ولا مستعدين أنه نكررها من جديد، يعني
ندخل على فشل جديد، لأنه معيارنا للحكومة الجاي هو النجاح. إذا لعبنا اللعبة التقليدية مثل قبل، أنا بقولكم أنه بنربح مثل ما ربحنا قبل بالحكومات كلها وبالرئاسة. ولكن اليوم المعادلة اللي مختلفة، لأنه البلد بيخسر وقت كتير غالي وثمين والانهيار بيكبر، وبنربح لنوصل لأي نتيجة. الحكومة تكنو سياسية برئاسة الحريري، يعني مثل الحكومة الماضية أحسن شيء. طيب ما بدنا نوصل لهذه النتيجة، نكون ربحنا بالسياسة ولكن وصلنا لنتيجة ما بدنا إياها، لأنه برأينا رح تفشل. باللعبة التقليدية الموازين واضحة، لا نحن قادرين ولا نحن ريدين نتخطى الموقع المسائي للرئيس الحريري يلي ثبته بالانتخابات، لبل نحن حريصين عليه من منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية وتوازناتها. بصراحة ما كان في لزوم لا لا 46 يوم ولا لا حرق أسماء ولا لا تدخل صرح ديني ووطني كبير مثل دار الفتوى لتثبيت المعادلة المسيئية يلي نحن مؤمنين فيها ونضلنا لاستردادها. وبنفس الوقت الرئيس الحريري كمان مش قادر حتى ولو حاول انه يعتمد معادلة المسيئية بالتكليف ويتجاوزها بالتأليف، لكن للأسف عم يحاول يطرح معادلة انه من موقعي كرئيس كتلة المستقبل وبقوة المسيئية بترأس الحكومة. أولا بلغي الآخرين، بس مرحلة 90-2005 والغاء الآخر ولت لغير رجع. نحن ما بنقدر نقبل إنه حدا يركب موجة الانتفاضة مين ما كان المحقة ضد الفساد تيضرب المسيئية، يعني التوازن بالشراكة المسيحية الإسلامية والمناصفة الفعلية. هيدي المعادلة صارت واضحة وثابتة ونضلنا كتير لتثبيتها لحين إقرار الدولة المدنية يلي هي هدفنا الأسمى. وحرام نخسر وقت إضافي من حساب اللبنانيين لتأكيد المؤكد. برهنت التجربة اللبنانية إنه ما حدا بيقدر يلغي حدا، مش لازم نفكر هيك أصلا. اليوم أكتر لازم نحمي بعضنا كلبنانيين ونحمي لبنان من الانهيار والفوضى، مش هلأ منصفي حسابات ولا هلأ نشتغل بالسياسة. وتانيا إنه أنا ما بقبل إلا بوزراء تكنوقراط معي، كأنه عم بيقول كل الأحزاب متهمين بالأزمة وأنا وحدي بريء من تراكم الأزمات على مدة 30 سنة، وبيطلع معه إنه هو الوحيد مش مسؤول عن الانهيار ولا متهم بالفساد والبقية كلهم مسؤولين ومتهمين، ما على حساب وعلى علم إنه الشارع عم بيقول كلهم يعني كلهم. أما اختصاصيين من رأس الحكومة إلى كل أعضائها، أو سياسيين واختصاصيين برأس الحكومة وبأعضائها ومن دون استنسابية وانتقائية بهدف إلغائه، إذن تغيير هذه المعادلة المسائية مضيعة للوقت والمسائية ثابتة، ونحن أولويتنا صارت بمحل تاني هو منع الانهيار من دون ما نخسر المسائية. لذلك إذا أصر الرئيس الحريري على معادلة أنا أو لا أحد، وأصروا حزب الله وأمل على مؤاربتهم بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنو سياسية برئاسة الحريري، نحن كتيار وطني حر وكتكتل لبنان الأول مع ترك الحرية لمين بيريد من الحلفاء، نحن ما بيهمنا أن نشارك بهيك حكومة، لأنه لسبب واحد، لأنه مصير الفشل حتما. وهيدا مش هروب من المسؤولية أبدا،
هذا واقع عم ينفرض علينا. نحن بنحمل مسؤولية لما بنكون مقتنعين، بس مش ما بنكون مقتنعين وبدنا نحمل مسؤولية. وهودي الثلاث سنين خير تجربة ودليل على هيدا الشيء. بس أكيد بدي أرجع أقول إنه ما منسمح بضرب النسائية وتخطي التمثيل الفعلي يلي نضلنا حياتنا تنسترده، ومنعطي مقاعدنا للحراك إذا رغب، أو لأشخاص جديرين بالثقة إذا ما رغب. ما منشارك ولكن منقوم بممانعة بناءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة، وحديثنا طويل بهذا الموضوع بعدين جاي وقته. ومنقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة ويلي البعض بيريد الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة. ما منشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة لأنه عنا قدرة بالسياسة، بس لا بيقدروا يشكلوها ونحن ما لح تسمعوا اعتراض منه. ما منشارك ولا منطلب ولا منضغط على حدا تما يمشي بهالحكومة أبدا. وللشركاء الحريصين على وجودنا اقتناعا منهم انه الحكومة من دوننا تفقد التوازن الوطني وما بتتشكل اصلا، وسمعتوا هيدا الشيء، خلينا اذا حقيقة هيك واذا ما يعتبروا طرحنا منه خلينا عن جد نرجع على الطرح الاساسي والمبادرة يلي قمنا فيها ويلي تم رفضها من الاول، هي اول شيء طرحناه. وبتمنى اذا بيعتبروا هيداك الحل ما بيوصل ونحن مسهلين تشكيل هذيك الحكومة بالكامل، طيب يرجعوا الأفريقاء يعيدوا النظر بموقفهم من الحل الأساسي. بكرر وبقول إنه باب الحل هو تشكيل حكومة إنقاذ، حكومة فاعلة تقدر تشتغل وتنجح، حكومة أخصائيين رئيسها وأعضاءها من أصحاب الكفاءة والجدارة والكف النظيف، وزراء أخصائيين جديرين وقادرين على استعادة ثقة الناس وعلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية، وبنفس الوقت بيكونوا مدعومين من القوى السياسية والكتل البرلمانية على قاعدة احترام التوازنات الوطنية الناتجة عن الانتخابات النيابية. هيدا من ضمن الدستور، هيدا مش طرح مثل ما عم يطرحوه البعض انه حكومة جاي ما بعرف من وين وكيف بتتشكل، هي من ضمن الدستور وبتاخد ثقة المجلس النيابي وفي إلها أم وبي مسؤول عن تشكيلها ودعمها، إنما دعمها ومش هو بالمبادر. عملا بهذا المنطق بيختار الرئيس الحريري رئيس حكومة بيحظى بثقة الناس ومتوافق عليه، وهيك بنكون احترمنا النسائية بعدم تخطي إرادة الأكثرية السنية. وعلى هالأساس نفسه رئيس الحكومة المكلف بشكل بالتشاور مع رئيس الجمهورية حكومة من وزراء بيحترموا نفس المبدأ وبتصالح هالحكومة اللبنانيين مع الدولة، بتكون قادرة تنفذ الإصلاحات المطلوبة، بتحافظ على التوازنات السياسية، بتحصل على ثقة الكتل البرلمانية، بتسترجع ثقة المنتشرين اللبنانيين يلي أنا بعرف قدي طاقتهم تقدر تنقذ لبنان إذا كان عندهم ثقة، وبتمثل لبنان بأفضل صورة أمام المجتمع العربي والدولي. هيدي الحكومة يلي برئيسها وبوزراء تجمع الاختصاص بالمسائية من دون انتقائية ولا استنسابية، هي بنظرنا الحل الوحيد للخروج من المأزق السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية. باب الحل واضح، هو تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة وناجحة تحمي لبنان من خلال المؤسسات الدستورية وبتحفظ المقاومة، وضمانتها الكاملة هي بتركيبتها وبتوازناتها
وبالمجلس النيابي ضمنتها وبالرئيس الجمهورية ضمنتها. أنا عندي قناعة تامة إنه بالمرحلة الحالية هاي الحكومة هي الفرصة الجدية الوحيدة للخلاص ولمنع الانهيار، مش نزولا عند رغبة حدا إلا عند رغبة الناس قد ما كانوا وشو ما كانوا تعبر عن هالرغبة، نقدر نعطيها فرصة من ضمن الدستور ومن ضمن الميثاق ومن ضمن احترام توازنات البلد السياسية. وبرأينا أنه القضية بتستاهل تضحية، بمعنى أنه ما حدا عم يفقد تمثيله وحضوره المباشر أو الغير مباشر، ولكن من رأي الناس ومنسمع لهم ومنبرهن لهم أنه كلنا حاضرين نضحي من أجل البلد، ما عليه باسم بالطالع وباسم بالنازل. حتى نحن كتيار بحكومة الأخصائيين هيدي مش هدفنا المشاركة أبدا، هدفنا البرنامج، هيدا عنوان مشروعنا اليوم، برنامج الحكومة. وسبق وقلنا للمرشح الخطيب لما التقينا فيه وحكينا انه نحن ما رح نشارك حتى بحكومته إلا إذا توافرت فيها عناصر نجاحها، مندعمه ولكن ما منشارك إذا كنا غير مقتنعين بنجاح الحكومة بالإصلاحات وبمحاربة الفساد. فإذا نحن بالحالتين اللي عم نحكيهم مستعدين إن نضحي بإلغاء الزيت، بإلغاء الزيت مش بمقعد وزاري واحد، بكل مقاعدنا لإنقاذ البلد من الانهيار والأبشع من الفوضى. وقلنا قبل ونرجع منكرر، خدوا كل المقاعد ولكن أعطونا تصحيح السياسة المالية واقتصاد منتج وتنفيذ خطة الكهرباء ووقف الهدر بمؤسسات الدولة وقانون كشف الحسابات والممتلكات إذا عن جد بدنا نوقف الفساد ونحاسب الفاسدين. أكثر من هيك شو منقدر نعمل ونضحي لننقذ البلد؟ وإذا ما مشوا مجددا بهيدا الطرح بسيطة، هيدا الطرح يلي الناس بدهم إياه مش مشكل، ساعتها نحن كتيار منناضل من مكاننا الطبيعي، من حيث نشأنا ومنحارب الفساد من أي موقع كنا. وشكرا. معايا مجلة رسالة؟ لا سوري. شكرا لك. 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 شكرا لك.